كل تكريم خاص للاعب بدر الخميس. بالمناسبة للتو ذكرت بأن من أندية القصيم ذكرت نادي النجمة ونادي الشعلة. نعم نادي النجمة لكن الشعلة ليس من أندية. العامر المتميز اللاعب الباك ليفت الرائع حيدر العامر، هذا اللاعب وهذا النجم القادم للشباب. الشباب يتقدم في مباراة الرياض، الاتفاق يتقدم في مباراة نجران بهدفين دون رد. كرة وصلت إلى التركي، التركي يحاول، التركي يتقدم يا لعيب، التركي الممتاز في كرة إلى صلاح الدين، كرة إلى بدر الخميس، مرور بدر لعيب، متواجد في تشكيلة هجر. كرة ملعوبة إلى الأمام انتهت إلى رمية جانبية لمصلحة الفريق التعاوني من الناحية اليمنى مع التقدم للظهير الأيمن، نتحدث عن اللاعب سلطان اليامي. التدخل موجود والكرة وصلت إلى التركي، كنترول علي لكن طابرة وخطأ، لمسة يد في اللحظة الماضية، تنفيذ الخطأ في مكان طبيعي في بطاقة صفراء أولى. التدخل موجود والكرة وصلت إلى التركي، كنترول علي لكن طابرة وخطأ، لمسة يد في اللحظة الماضية، تنفيذ الخطأ في مكان طبيعي في بطاقة صفراء أولى. بالتقدم لمصلحة علي التركي اللي أصبح مهماته الدفاعية ممكن أن تكون أكثر من مهماته الهجومية. كرة إلى مجمي مليه،